الآن معنا في التحليل عزيزي سيدي محمد الوزاني سيعطينا لمحة مصغرة عن أجواء المقابلة. أهلا بسيدي محمد الوزاني. أهلا بالجمهور الكريم. كنظن بأن فريق أولمبيك أسير ضابط اللقاء بواحد التكتيك اللي هو محكم كيف ما لاحظتوا بأن المحاولات اللي كانت واضحة كانت لصالح فريق أولمبيك أسير ولكن ما حدش الحق لاحظتوا هجوم هذا الفرع فريق أولمبيك أسير الكرة لا تزال في السماء تحوم في أجواء الملعب دون أن تستقر في الأرض الكرة وهذا يدل على الشيء يدل عن أخطاء من قبل اللاعبين. هناك إصابة بالحارس اليمني وتقدم رجال الإسعاف كي يحتضنوه ويخرجوه من أرضية الملعب. الجماهير تشتعل الآن عن زي الجماهير. سنقل تطلعات زميلي من إدريس الوزاني من منطقة الزاوية. ما هي تطلعات زميلي من المغارات؟ فكيد يكون شيء كلمة إضافية فالجمهور الكريم مستقبل هذه الكلمة من يوز المزيد سيد حمو. نعم الله عز وجل فريق أولمبيك أسير فكيلعب واحد الخطة ديال 4-2 اللي هي خطة محكمة أدت إلى أنه كان أبرز محاولة ترتيبا لبيت فريق أولمبيك أسير ولكن كتبنا أن هذه السيطرة اللي هي غير مطلقة تجعلها أهداف جاسير لصالح فريق أولمبيك والآن معنا أيضا أحد كبار المشجعين لمدينة آسفي وهو من العباقرة ومن أيضا شعراء التجارة بمدينة آسفي وخاصة بملعب مثيرة بتعادل النهائي بريفين الناس بل عليهم ويصحوا.